نشرة الواحدة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. الفريق أول سعيد شنقريحة يؤكد من وهران أن الجزائر ستبقى وفية لمواقفها تجاه القضايا العادلة عبر العالم، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، ويدعو كافة الوطنيين المخلصين للالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة. كالغاز، الجزائر تشرع في تصدير أولى الشحنات من الأكسجين الطبي السائل نحو ليبيا بجودة عالية ومعايير دولية، وفي الأفق مضاعفة حجم الصادرات نحو دول أخرى. وتيرة متسارعة في إنجاز مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بأدرار، موجه لسقي الأراضي الفلاحية بسعة 24 ألف متر مكعب يوميا. ارتقاء عشرات الشهداء جراء سلسلة غارات للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة. والأونروا تؤكد أن الأزمة الإنسانية والدمار الهائل في القطاع هو الأكثر تعقيدا وتحديا في العالم. في الرياضة، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه اليوم نظيره الأنغولي بملعب السلام ببواكي ضمن المجموعة الرابعة من الدور الأول لمنافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. في إطار زيارات العمل والتفتيش للنواحي العسكرية، شرع السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. منال عبديش. في مستهل الزيارة وبعد مراسم الاستقبال من قبل السيد اللواء محمد الطيب بركاني قائد الناحية العسكرية الثانية، وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم أحمد بوجنان المدعو السي عباس الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. إثر ذلك كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد فيها أن الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار ستبقى وفية لمواقفها تجاه القضايا العادلة عبر العالم، وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وبخصوص هذه القضية المحورية والمبدئية في سياساتنا الخارجية، كان موقف الجزائر المساند لها واضح من خلال التصريحات الرسمية للسلطات العليا للبلاد بإدانة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن قرار استقبال الجرحى لا سيما الأطفال في المستشفيات الوطنية لتلقي العلاج وإرسال المساعدات الإنسانية والطبية والاستشفائية للفلسطينيين في غزة. فالجزائر آلت على نفسها الوقوف إلى جانب القضايا العادلة على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية، لأنها عانت من ويلات الاستعمار، ولأنها قدرت وقوف الأحرار عبر العالم مع قضيتها
وحقها المشروع في تقرير مصيرها بنفسها، وها هي اليوم تناضل بكل الوسائل المشروعة وفقا للشرعية الدولية من أجل إيجاد حل لكل القضايا العادلة. السيد الفريق أول أشاد أيضا بالخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا خلال السنوات الماضية، داعيا كافة الوطنيين المخلصين للالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة. ولإفشال كافة المحاولات المعادية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا، يتعين على كافة المواطنين المخلصين بذل قصارى الجهود والحرص على التضافر والالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة الذي يقوده بكل جد ومثابرة وعزيمة راسخة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي بين بالأرقام في خطابه المرجعي والتاريخي أمام نواب غرفتي البرلمان الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأربعة الماضية على مسار التطور والتنمية، ونحن في الجيش الوطني الشعبي واثقون كل الثقة من نجاح هذا المسعى الوطني المخلص الخادم للوطن والمواطن. عقب ذلك تابع السيد الفريق أول باهتمام شديد تدخلات إطارات الناحية، وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مواصلة جهود التدريب والتحضير القتالي للسنة الجارية 2023-2024 بكل جدية وصرامة، بغية ضمان الجاهزية العملياتية لكافة وحدات الناحية العسكرية الثانية. شكرا لك. تنفيذا لعقد الشراكة بين الجزائر وليبيا لتصدير المواد المنتجة محليا، شرعت شركة كالغاز الجزائر في تصدير أول شحنة من مادة الأكسجين الطبي تقدر ب 66 ألف لتر من الأكسجين السائل نحو دولة ليبيا، انطلاقا من مصنع الشركة بورقلة عبر المعبر الحدودي بوشبكة بتبسة. عملية التصدير هذه ستتبعها عمليات أخرى لتصدير مادتي الأكسجين والنيتروجين. هاجر بن كيران. من وحدة ورقلة كالغاز الجزائر المتخصصة في إنتاج الغازات الصناعية، انطلقت أولى الشحنات لعملية تصدير الأكسجين الطبي السائل نحو دولة ليبيا. الهدف يعني من هذه العملية هو التصدير لبعض الدول الشقيقة، ونتبع في السياسة والمنهج تاع رئيس الجمهورية التصدير يعني المواد المحلية دولة ليبيا الشقيقة. العملية هذه يعني فيها حوالي يعني 66 متر مكعب من مادة الأكسجين، يعني راح تسوق على في مدة خلال بحر الأسبوع هذا، تتبع بمرحلة أخرى وهي التسويق في مادة النيتروجين دائما للمتعامل الليبية للغازات. العملية هي الأولى من نوعها تطبيقا لعقد الشراكة بين البلدين والمتضمن التموين بالغازات الصناعية والأكسجين الطبي والأزوت المميع. شركة كالغاز الجزائر تقوم بإنتاج الأكسجين الطبي ومادة النيتروجين بكل من وحدتي ورقلة والأغواط، وبخصوص الأكسجين الطبي الوحدتين تقوم بتزويد جميع المستشفيات عبر الوطن بهذه المادة التي تتميز بجودة عالية. يقوم مصنع كالغاز الجزائر المتخصص في إنتاج الغازات الصناعية بإنتاج الأكسجين الطبي والأزوت السائل بجودة تستجيب للمعايير الدولية وبطاقة إنتاج تصل ل 334 طن يوميا في كل من وحدتي ورقلة والأغواط، كمية تغطي احتياجات السوق الوطنية لهاتين المادتين وكذا مضاعفة حجم الصادرات نحو الدول الأخرى.
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون عن استرجاع الدولة رسميا العقار غير المستغل والموجود داخل مركب الحجار للحديد والصلب وخارجها، وذلك امتثالا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، حيث تقدر المساحة الإجمالية المسترجعة ب 215 هكتارا، ويتحول لاحقا لمشاريع استثمارية تمكن من توظيف الآلاف من الشباب. جاء هذا خلال الزيارة التي تقود وزير القطاع إلى ولاية عنابة والمستمرة في الأثناء. المساحة حوالي 215 هكتار، شفنا المساحة الأولى دخلة وهذه مساحة ثانية، وكاين المساحة الثالثة هذيك داخلة في المحيط نتاع المركب. اليوم لاسترجاع هذا العقار الصناعي رايح كله يتفرع لإنجازات مصانع ومشاريع لتدخل في نفس المهنة نتاع سيدار. من اليوم سيد الوالي الأرض هذه راهي ملك الدولة. ملك الدولة. يعني احنا دونك نحاول إن شاء الله باش نسوي كل ما هو مخطط لهذا الأراضي. وللمزيد تنضم إلينا من ولاية عنابة زميلة وسيلة بوشارب. وسيلة أهلا بك. إذن لو نتحدث عن أهمية هذه الزيارة بالنسبة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون لمركب الحجار للحديد والصلب. مساء الخير حليم. إذن أهمية هذه الزيارة تكمن في الإعلان الرسمي من قبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن استرجاع الدولة رسميا الجيوب والأوعية العقارية داخل مركب الحجار وخارجه. نحن متواجدون بأحد هذه الجيوب العقارية غير مستغلة داخل المركب. إذن بالإضافة إلى هذا القرار التاريخي والذي جاء تطبيقا لتعليمات السيد الرئيس خلال آخر مجلس الوزراء الذي طالب بضرورة استرجاع العقار غير المستغل في محيط الحجار وداخله ليحول إلى مشاريع استثمارية تعود وتذر بالعملة الصعبة على الاقتصاد الوطني. تكون هذه المشاريع في طبيعة سيدار الحجار، يعني تبقى في الصناعة الثقيلة، يعني لا تخرج عن الحديد والصلب. خصوصا هذا القرار، توقيت القرار مهم جدا لأنه يأتي على ضوء دخول حيز الإنتاج، حيز الخدمة، جراج بيلات بالنسبة للحديد، وكذلك منجم واد الحدبة بتبسة بالنسبة للفوسفات. إذن منطقة بصدد التحول والمشهد الاقتصادي يعرف تطورات مهمة جدا، والحجار سيستفيد أيضا، وهذا كشف عنه وزير الصناعة شخصيا من بيزنس بلان، يعني مخطط استثمار جديد سنة 2024 لتطوير إمكانياته وإعادة هيكلة المركب الذي لطالما يعني يعاب عليه التأخير المسجل في بعض التقنيات أيضا، لكن الإرادة موجودة لمسناها حليم لدى عمال المركب لرفع التحدي وتحقيق التصدير خارج المحروقات. المركب ليس بالوضعية السيئة التي يريد البعض تسويقها، المركب حقق أرقاما مهمة في السنوات الماضية وحقق رقم أعمال وصادرات فوق 300 مليون دولار بالرغم من كل ما يقال على مركب سيدار الحجار. شكرا جزيلا لك وسيلة أبو شارب من ولاية عنابة، شكرا على كل هذه التفاصيل. في قطاع الموارد المائية، وتيرة متسارعة في الإنجاز تشهدها محطة تصفية المياه المستعملة بولاية أدرار. المحطة تعد مشروعا استراتيجيا نموذجيا يسعى إلى الحفاظ على الموارد المائية بالولاية من خلال تطهير المياه المصفات وإعادة استغلالها في عملية السقي الفلاحي. هامل عبد النور. على مساحة تقدر بسبعة هكتارات تتم عملية إنجاز مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بولاية أدرار، مشروع يندرج في إطار تطوير مشاريع صديقة للبيئة والذي من شأنه أن يسهم في سقي الأراضي الفلاحية. المعالجة التلاتية
يتم من خلالها تقييم المياه بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، تصفيتها بمصفاة خاصة وتعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية، ليتم من خلالها ضخها في الوسط النهائي المخصص لها. وتيرة الأشغال كما راكم تشوفوا راهي عالية، وإن شاء الله نتمنى ونسلموا المشروع في الأجال المحددة. الحمد لله المشروع راه يعني مشغل نسبة كبيرة من عمال المنطقة. إنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية من قبل شركات وطنية وكفاءات جزائرية مؤهلة تطمح إلى تسليمه في أجاله المحددة هو ما يسهم في تحقيق تنمية محلية بالولاية. تعمل الشركة بالمرافقة التقنية CTH مع المخبر الوطني للسكن والبناء، وذلك لإضفاء النوعية الجيدة للمشروع بالمعايير الدولية المعمول بها. تم تسجيل برنامج إنجاز المحطة الرئيسية لتصفية المياه المستعملة لمدينة أضرار وتمي بتكلفة بقدرها ما يفوق 2.6 مليار دينار وبسعة تفوق 155 ألف مكافئ سكني بسعة تقارب 24 ألف متر مكعب لليوم. آفاق واعدة تنتظر تكملة مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بغية تحقيق تنمية مستدامة فعالة. وضمن جهود عصرانة وتطوير قطاع اتصالات الجزائر، انطلقت بولاية قسنطينة أشغال مد شبكة الألياف البصرية ل200 ألف منفذ، وهذا لضمان خدمة ذات جودة عالية. أمينة بعطوش. من خلال مشروع توصيل 200 ألف منفذ بشبكة الألياف البصرية، الأشغال انطلقت وفرق العمل في الميدان منتشرة عبر عديد النقاط وفي مختلف التجمعات السكنية. رانا فرحانين حنا ديرنا في بروبتيك باش تولي لا كونيكسيون مليحه جايلكم بضافريك باش نتفرجوها. احنا عجبنا الحال كي شفنا الاشغال بدات بها يولي عندنا في بروبتيك في قرايتنا في خدمتنا في كلش نحتاجوها في بزاف حوايج. بدينا عندنا 200 سنه ان شاء الله بربي ان شاء الله عندنا 200 الف منفذ باش نكملوا ولايه قسنطينه 100% افتتاح. حاليا رانا في 60 الف منفذ يعني راهي واجده، والمشاريع انطلقت كاع ما حبسناش. احنا على كل حال المشاريع اللي عندنا سنه بين الانفراستركتور لاكانا ولوديان عندنا واحد حوالي 200 مشروع راح نديروا لو بيبري واحد 1000 كيلومتر في بروبتيك بور لافتيتياج برك يعني كمون بور لافتيتياج. تحكم فرق عمل اتصالات الجزائر في التقنيه جعلهم يدرجون تطورا وتحديثا جديدا سيسمح بتحسين سرعه تدفق الانترنت في تجربه تعتبر الاولى من نوعها. استعملنا تقنيه جديده لمركزة وتوزيع شبكات الالياف البصريه على أوسع نطاق، والهدف من هذه التقنية هي ربح الوقت وزيادة تدفق في سرعة الألياف البصرية. ديناميكية وحركية وعمل دون انقطاع وفي كل ظروف لكفاءات محلية ومؤسسات ناشئة هدفها الالتزام بآجال المشروع وتحقيق خدمة نوعية ترقى لتطلعات المواطن. الجزائر تيليكوم ما شاء الله يعني تبدلت بزاف، استمرينا في 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 لا سيرتيفيكاسيون دي زاكتل تاعنا اللي راهم في خدمه المواطن. انا نكونوا في الموظفين تاعنا. لقينا مؤسسه اتصالات الجزائر هي اللي احتوتنا واحتوت جميع العمال. احنا رانا نشغلوا اكثر من 10 مناصب شغل. كسب رهان الرقمنة مؤشر تجسده اتصالات الجزائر أيضا من خلال تطهير تحديث وربط مختلف المؤسسات ومناطق النشاطات بالولاية بتكنولوجية الألياف البصرية. سنة 2024 هذا هو معركتنا، هي معركة عصرنة أدوات التسيير على مستوى الجماعات المحلية، ربط جميع مصالح الجماعات المحلية فيما بينها لربح معركة تقريب الإدارة من المواطن وتأسيس لذاكرة على مستوى الجماعات المحلية بفضل هذه التقنية،
وكذلك أيضا لاقتصاد الوقت. من أجل رقمنة مناطق نشاط صناعي بانطلاق جميع الأشغال، نسبة التقدم في الأشغال إلى ما فوت 50%. تحدي المؤسسة بدأ يتجسد ميدانيا لوتيرة الأشغال المتسارعة والتي ستشكل قفزة نوعية في منح تحقيق التحديات التكنولوجية الجديدة المساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي. في إطار حماية الذاكرة الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي وبإشراف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اختتمت أمس بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال فعالية الطبعة 28 لجائزة الفاتح من نوفمبر 1954. حفل الاختتام شهد تتويج الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة. أميرة مدحي. تنوعت المضامين في مجالات الأجناس الأدبية، الشريط الوثائقي والبحث التاريخي، هي المواضيع التي توج فيها ثلة من الشباب المبدعين. الجدة حفظها الله، يعني تحفظ التواريخ وكل الأحداث التي كانت يعني أثناء الاستعمار، يعني أعتبرها خزانتي التاريخية وأعتبرها كتاب التاريخ الوحيد الذي أستطيع من خلاله أن أؤرخ وأن أستخرج ما شاء. اليوم رانا جد سعداء، هذا نجاح لكل أبناء ولاية خنجلان. بحثي كان حول موضوع المقاومة الشعبية والحركة الوطنية بمنطقة الجلفة. الإطار الزمني المقصود في هذه الدراسة يمتد من 1834 و 1954. لي الشرف أنني حصلت على المرتبة الأولى في جائزة أول نوفمبر، أنا سعيدة بهذا التكريم. حفل التتويج تميز بتكريم لعدد من قادة ثورة الشهداء والمجاهدين المرحومين عرفانا لتضحياتهم وخدمتهم للوطن. الملاحظ خلال هذه المسابقة الوطنية، مسابقة جائزة أول نوفمبر 1954، أن أعمالها كلها كللت بالنجاح ولم تحجب أي جائزة، وهي دلالة واضحة عن اهتمام أولا شبابنا الجزائري بمجال حماية التراث التاريخي والثقافي، ثم تبليغ هذا الإرث وهذا الميراث التاريخي والثقافي من صنيع مجاهدينا ومن صنيع شهدائنا. الطبعة 28 لجائزة أول نوفمبر 1954 تهدف إلى تعزيز الروابط بين جيل السلف والخلف وترسيخ رسالة الشهداء على التتويج بالمرتبة. تثمينا وتطويرا للمقومات والمؤهلات السياحية التي تتوفر عليها ولاية خنشلة، وفي إطار البرنامج التكميلي للتنمية، استفاد القطاع من 4 مشاريع سياحية تهدف بالأساس إلى إحداث حركية سياحية وتجارية فاعلة بالولاية. عبد الرحمن شباح. تطويرا للسياحة الجبلية، جاء مشروع تهيئة المحطة المناخية بشيليا ليعزز الهياكل الموجودة، حيث تم الشروع في إنجاز فضاءات للراحة لقاصدي المكان، إضافة إلى تأهيل الموقع لاستقطاب مشاريع استثمارية أخرى. المشروع هذا راح يخلي السياحة في ولاية خنشلة تتطور ويخليها تستقطب يعني كل أطياف السياح. مشروع راه مليح، نتمناو راه مشروع يكون كبير ويكون مشروع سياحي لهذا المكان هذا. سمعة الزربية الخنشلية ووصولها للعالمية عجل الشروع في إنجاز وتجهيز مركز لدمغ السجاد ببلدية بابار، وهو المركز الذي يمكن مستقبلا من وضع علامة جماعية لمنتجات النسيج المحلية وتسويقها وطنيا وحتى دوليا. نسيد أستغر مركز دمغ السجاد قلنا يوسف دعم سي الدول الحرفيات، قلنا خصنا نتعلم من من كان نسبغ ضوف نخذ ما زربيت. أشكر رئيس الجمهورية اللي أولى اهتمام لهذا المشاريع القيمة بالنسبة لولاية خنشلة وبلدية بابار بالضبط. هذا المركز اللي راح يقوم بعملية دمغ الزرابي. كل هذه المشاريع عند نهايتها راح تسمع لي ولاية خنشلة أنها تتوفر على مساحات أو فضاءات موجهة أولا للاستثمار السياحي، وثانيا موجهة يعني للراحة والاستجمام، وهناك مرافق موجهة لترويج وتسويق المنتوج يعني التقليدي وخاصة زربية بابار. قطاع السياحة بولاية خنشلة استفاد كذلك من مشروع تهيئة منطقة التوسع السياحي بحمام صالحين، إضافة إلى إعادة تأهيل المحطة البخارية حمام الكنيف لتكون فيما بعد
قبلة للزوار، وهذا لتميزها وتفردها بالمعالجة بالبخار. وفي قطاع الشباب والرياضة، تعززت ولاية تلمسان بالعديد من المنشآت القاعدية من شأنها تنشيط الحركة الرياضية وتأطير المواهب الشابة بالولاية. مختار مذكور. مسبحان شبه أولمبيين بنضرومة وبن سكران بتلمسان، مكسبان يضافان إلى أكثر من 80 منشأة شبانية لدعم الحركة الرياضية وإبراز المواهب الصاعدة. ما كشدنا لابيسين دارونا لابيسين دخانا فرحانين به. هذا مكسب لمدينة نضرومة، وإن شاء الله راح نعمله مع الأبطال المستقبل اللي راح نكونوهم. مركز الترفيه العلمي بمغنية ودور الشباب المنتشرة بتلمسان أصبحت أحد أهم المشاتل لتخريج النخب الرياضية والفكرية التي شرفت الجزائر في المحافل الإقليمية. مشارك في نادي الصحفي الصغير، نشكر هذا النادي اللي علمني كثير من المهارات، علمني لفظ تاع الحروف ومخارجها. هاد الميداليات ديتهم في البطولة العربية والإفريقية، كانت بطولة جد صعبة مع أنه حضرنا لها 7 أشهر. يتكون البرنامج الاستثماري في طور الإنجاز المسجل على مستوى ولاية تلمسان خلال سنة 2023 من تسجيل برنامج استثماري جديد وإعادة تقييم عمليات في طور الإنجاز بغلاف مالي يقدر ب 296.4 مليون دينار، يشمل 6 عمليات استثمارية جديدة بغلاف مالي يقدر ب 215 مليون دينار، إعادة تقييم 3 عمليات في طور الإنجاز بغلاف مالي قدر ب 81 مليون دينار، فيما استفادت ولاية تلمسان من رفع التجميد على عمليتين استثماريتين. الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات للرياضة من ثماره تعزيز البنى التحتية وصقل المهارات الإبداعية. عقدت اليوم بدار الإمام بالمحمدية ندوة علمية حول قراءة صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك في رجب، موروث جزائري وسنة حميدة. الندوة التي أشرف على انطلاق فعالياتها وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، تم خلالها الإعلان عن الشروع في قراءة صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك بداية من شهر رجب، لتختتم في ليلة 27 من رمضان عبر جميع مساجد الجمهورية. كوننا ننخرط في هذا الموروث الجزائري الكبير وهذه السنة الحميدة لكي نغرس حب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمة، في النشأ، في الشباب، ولو يحفظ حديث واحد معليش، ولو يحضر حديث واحد معليش، يقرأ جزء من كتاب من باب في الكتب السنة. فنحن نرشد الناس إلى أن يقرأوا السنة، وطبعا يقال هذا الأمر أيضا على الإمام، على موطأ إمام مالك، لأنها كتب كما قلت حوت النبوة، حوت شرح القرآن، تفسير القرآن، أضافت عليه، حددت وقيدت وفصلت. وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الأول بعد 100 باستمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، حيث تتواصل سلسلة الغارات والقصف على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفة فجر اليوم مخيم النصيرات وبلدة عبسان بمحافظة خان يونس ومناطق وسط وجنوب القطاع، ليرتقي على إثرها عشرات الشهداء، فيما شهدت عدة بلدات ومحافظات بالضفة الغربية اقتحامات ومداهمات واعتقالات بكل من بيت لحم والخليل وقلقيلية ومخيم عين السلطان بأريحة، الذي اندلعت فيه مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية، كما اقتحمت قوة الاحتلال مدينة البيرة برام الله وجامعة النجاح بمدينة نابلس واعتقلت عددا من الطلبة. وبالتزامن مع استمرار العدوان على القطاع، الوضع الإنساني يزداد تفاقما وسط دعوات أممية لفتح المزيد من المعابر لدخول المساعدة الإنسانية، في حين أكدت وكالة الأونروا أن الأزمة الإنسانية والدمار الهائل بالقطاع تمثل أكثر العملية تعقيدا وتحديا في العالم. اتفاق وقف جميع أشكال التهجير القسري من قطاع غزة بالإجماع بمبادرة من الجزائر في مجلس الأمن، خطوة ثمنها الفلسطينيون مشيدين بجهود الجزائر الحثيثة والجادة لوقف العدوان ومعاقبة الاحتلال الصهيوني على جرم الإبادة الجماعية. مراسل التلفزيون الجزائري في فلسطين وسام أبو زيد رصد لنا بعض الانطباعات.
أكثر من 10,000 طفل. التحرك السياسي الجزائري في مجلس الأمن الدولي واتخاذ قرار لمنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني كان له وقعه على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت القصف ليل نهار على مدار 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على التوالي وما زال مستمرا. قرار مجلس الأمن قرار إيجابي في مصلحة الشعب الفلسطيني، وإخواننا في الجزائر هم مع القضية الفلسطينية وموقفهم إيجابي وهم مساندين، وهذا القرار يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويوقف التهجير، واليهود غصبا عنهم سينصاعوا لهذا القرار، قرار مجلس الأمن. فتحرك الجزائر جاء بعد إجبار الاحتلال نحو 1,900,000 فلسطيني على النزوح ليتحولوا من حالة النزوح داخل غزة إلى اللجوء لدول عربية مجاورة، موقف يرفضه الفلسطينيون وعبرت عنه الجزائر في مجلس الأمن، وكانت صوت الفلسطينيين أمام العالم. نعم، كلنا مع هذا الموقف، وكلنا رافضين التهجير القسري للفلسطينيين في ظل الشهداء اليومي الذي نزفهم يوميا وجرحى وقصف متواصل. نتمنى أن تضغط الجزائر وأن تقوم بعض الدول تساند هذا الموقف لوقف هذا الدمار والحرب على الشعب الفلسطيني. قرار أعطى جرعة أمل للفلسطينيين لوقف العدوان الإسرائيلي الذي غير تفاصيل الحياة ومعالم غزة ودمر المنازل والمرافق العامة وكل سبل الحياة، وانهارت أيضا المنظومة الصحية في كل قطاع غزة، وباتت الشوارع والطرقات ملاذا لهم تحت ظروف إنسانية قاسية يزيدها تعقيدا هو تحكم الاحتلال بدخول المساعدات إلى غزة سوى لكميات قليلة. القرار هذا كتير مهم لنا، كتير أعطانا أمل بأنه الواحد يرجع يتمسك بأمل أنه ممكن الواحد يرجع على المكان اللي كان عايش فيه. طبعا الجزائر دائما وشعب الجزائر من أول الناس اللي بيتضامنوا معانا في قضيتنا، طول عمرهم يعني عراسنا والله. يعني نحن من بين الخيام من وسط المعاناة، لما شفنا الخبر انبسطنا، وإن شاء الله دائما هيك كل دولنا العربية يكونوا مثل الجزائر إن شاء الله بإذن الله تعالى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، هكذا خط الفلسطينيون بأقلامهم على جدران المنازل المهدمة في قطاع غزة، كما خطوا بدمائهم حب الوطن وانتمائهم لفلسطين رغم كل التحديات. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. انتقل أمس إلى رضوان الله ومغفرته الزميل الصحفي بالتلفزيون الجزائري إبراهيم سبعون إثر سكتة قلبية. وبهذا المصاب الجلل يتقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري باسمه وباسم كافة زملاء الفقيد إلى عائلة الراحل بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل زملائه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وإثر هذا المصاب تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله الصحفي إبراهيم سبعون رئيس التحرير بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وإلى الأسرة الإعلامية بأصدق التعازي وعميق المواساة مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. هذا وتنقل وزير الاتصال محمد العقاب رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال إلى مقر التلفزيون الجزائري لتقديم العزاء لزملاء المرحوم الصحفي إبراهيم سبعون. وزير الاتصال تقدم بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ولزملائه بالتلفزيون الجزائري وللأسرة الإعلامية كافة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرحوم إبراهيم سبعون الذي يشهد له زملائه بحرصه وتفانيه في العمل تدرج في العديد من المناصب بالتلفزيون الجزائري بدءا من قاعة التحرير في القناة الثالثة الجزائرية ثم قسم الروبورتاج أيضا ليشرف على العديد من الحصص الإخبارية بالقناة الثالثة الإخبارية. إبراهيم سبعون قيمة إنسانية نبيلة وكفاءة مهنية عالية. هشام سعدودي. إبراهيم سبعون الرقم المهم في عائلة التلفزيون الجزائري الذي اجتهد في العمل به لما يقارب العقدين من الزمن، تعلم وتمرس وتدرج في المهنة وأصولها من صحفي متربص بالقناة الجزائرية الثالثة فمحرر محقق إلى أن وصل إلى درجة رئيس تحرير مشرف على إنتاج العديد من البرامج الإخبارية آخرها برنامج المسار نهاية السنة بحس مهني واقتدار واجتهاد يشهد له الجميع بالكفاءة والالتزام والحرص على التفاني في العمل حتى توفاه الله بمكتبه بين زملائه. الأخ الزميل والصديق صديق الجميع غادرنا إلى الأبد ليبقى طيفه بيننا في أروقة مبنى شارع الشهداء وهو يسعى نحو العمل بجد نحو الرسالة الهادفة والعمل المحترف والتميز المهني. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح الرأي العام أنه على إثر الحادثة الأليمة المسجلة بتاريخ 14 جانفي الجاري والمتمثلة في وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة استنشاقهم لغاز أكسيد الكربون أعطي الأمر بفتح تحريات أولية للكشف عن ملابسات الحادث والتأكد من مدى استجابة أجهزة التدفئة وتركيبها لمعايير السلامة الجسدية. إلى الحدث الرياضي الإفريقي الآن، منافسة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. يدخل إذن اليوم المنتخب الوطني غمار منافسة كأس أمم إفريقيا بمواجهة نظيره الأنغولي بملعب بواكي ضمن المجموعة الرابعة من الدور الأول لمنافسة كأس أمم إفريقيا ابتداء من الساعة 9 مساء. قراءة في هذه المباراة مع محمد جمال. لا يفكر الناخب الوطني جمال بلماضي إلا في البداية الجيدة بانتصار مهم فني ومعنويا يضع المنتخب الجزائري في ظروف مريحة. سنلعب مباراة بعد أخرى لإحياء طموحاتنا، ورغم أنني أمتلك فكرة على ما يجب أن نفعل والحقيقة هي الميدان. نملك طموحات مثل الآخرين، وأظن أن الأهم هي مباراة الغد من أجل بداية موفقة في البطولة. إن الوصول إلى تحقيق الفوز الأول يتطلب فك الرموز الدفاعية لمنتخب أنغولا الذي يطبق منظومة معقدة وصلبة. لازم ندخلوا باش
باش نربحوا هذه المقابله ونديروا مقابله ان شاء الله مليحه ونحققوا لوبجيكتيف ان شاء الله. رانا باغي ان شاء الله باش ندخلوا بيان كونسونطري ان شاء الله. رانا باغي نربحوا باش ندخلوا بيان في المنافسه ربي معنا وربي يوفقنا ان شاء الله. ونطلب الشعب يوقف معنا باسكو رانا دايرين ان شاء الله نروحوا بعيد في هذا الكاس. من جهه اخرى تدرك مجموعه المنتخب بقياده محرز بان النوايا مركزه على تخطي اللقاء الاول بنجاح وكسب 3 نقاط مفيده لبقيه المشوار. ومعنا من كوت ديفوار وبالتحديد من مدينه بواكي مراسلنا سفيان مهني. سفيان اهلا بك. اذا هي مباراه مهمه اليوم ياخذها المنتخب الوطني امام انغولا، الهدف اكيد هو تحقيق النقاط 3 في بدايه هذه المنافسات. هل ربما بدات تتضح نوعا ما ملامح التشكيله التي سيعتمد عليها بالماضي في هذه المباراه؟ بالفعل حليم، المنتخب الوطني أو العناصر الوطنية على أتم الاستعداد لخوض لقاء أنغولا ودخول غمار المنافسة الإفريقية بقوة وتحقيق أولى النقاط 3 لكي يكون المنتخب الوطني في وضعية مريحة قبل لقاء أنغولا. المدرب واللاعبون عازمون على إثبات أن إخفاق كان الكاميرون كان مجرد كبوة جواد ليس إلا، وأنهم مستعدون لتحقيق نتائج إيجابية خلال هذه المنافسة، خاصة وأن اتحاد كرة القدم الجزائري وفر كل شيء للعناصر الوطنية. أيضا الشيء المهم أن لاحظنا اليوم انخفاضا محسوسا نوعا ما لدرجة الحرارة، أيضا انخفاض لنسبة الرطوبة، كما أن اللاعب ليلا اليوم سيسهل المهمة على أشبال المدرب جمال بالماضي. وفيما يخص يعني التشكيلة المحتملة، يبدو أن الثبات موجود في حراسة المرمى والدفاع أيضا، بينما في وسط الميدان ممكن أن نشاهد بن ناصر وبن طالب وأيضا محرز. أيضا في الهجوم قد يزج المدرب جمال بالماضي بشايبي وبنجاح، ويبقى الخيار بين فيغولي واللاعب حسام الدين عوار. شكرا لك سفيان. دعنا ننتقل لربما رصد أجواء المناصرين مشجعي المنتخب الوطني الذين رافقوا المنتخب إلى كوت ديفوار ومدينة بواكي مع زميل بلال بوزيدي. بلال أهلا بك. هل المناصرون المشجعون متفائلون بقدرة المنتخب الوطني على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة؟ مرحبا حليم، تحية لك ولجميع المشاهدين. بداية دعني أغتنم الفرصة ما دام أني بعيد عن بيتي الثاني التلفزيون الجزائري لأقدم خالص التعازي بعد الخبر الصادم الذي تلقيناه فور وصولنا هنا إلى مدينة بواكي بوفاة الأخ والصديق والزميل إبراهيم سبعون. تعازي الخالصة لعائلتي هنا في التلفزيون الجزائري ولجميع عائلة سبعون. نعم، الأنصار هنا مستعدون جدا حليم لمؤازرة المنتخب الوطني هنا من مقر إقامتهم التي حددتها اللجنة التي قامت بكل الظروف اللازمة من أجل راحتهم وتقديم الدعم اللازم للعناصر الوطنية هنا في مدينة بواكي. بعد ساعات قليلة من الآن سوف يتم تنقل الأنصار إلى ملعب السنة في مدينة بواكي من أجل توفير كل الظروف اللازمة من تذاكر ووسيلة النقل وأيضا ظروف راحتهم طيلة تواجدهم في الملعب. طيلة الرحلة حليم الأنصار صنعوا أجواء استثنائية ورائعة مثل ما عودونا في كل مرة من خلال دعمهم ومناصرتهم للمنتخب الوطني الذي سوف يحتاجهم بشدة في هذه المنافسة الإفريقية، خاصة وأنه نعرف بأن اللاعب رقم 12 لاعب مهم جدا في تحقيق النتائج الإيجابية لأي منتخب ولأي فريق كروي. أنا أتمنى التوفيق أيضا للمنتخب الوطني والدخول بقوة في هذه المنافسات. بلال بوزيدي وسفيان مهني من مدينة بواكي الإيفوارية، شكرا جزيلا لكما. وعن مباريات اليوم الثالث ولحساب المجموعة الثالثة، يواجه حامل اللقب المنتخب السنغالي المنتخب الغامبي في الساعة 3، في حين يلتقي منتخب الكاميرون وغينيا في الساعة 6، فيما تواجه الجزائر أنغولا في تمام 9 مساء. والختام بأجواء المعرفة والتنافس، حيث أسدل الستار عن فعالية المسابقة الوطنية في طبعتها الثالثة للصحافة البيئية بتتويج الفائزين بجوائز في تخصصات الصحافة السمعية البصرية والمكتوبة. فاطمة الزهراء بن فرج الله.
الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية للصحافة البيئية تميزت بتنوع مواضيعها المتعلقة بالمجال البيئي. وجود جائزة متخصصة هذا يعني أنه الإعلام متخصص في الجزائر بدأ يتربع وبدأ يفرض وجوده، ولما نقول إعلام متخصص معناته هناك طرح عميق، هناك إلمام بالمواضيع، هناك متابعة حتى للمواضيع عبر عدة سنوات. نشاهد في كل سنة فيضانات أو حتى حرائق. أنا نظن أن الإعلام البيئي وكل الصحفيين لابد ياخدوه كإعلام يعطوله أهمية كبيرة، ولابد أن كل صحفي يجسد معنى الرسالة الحقيقية للإعلام هي إعلام هادف. تشجيع الصحفيين في تخصص الإعلام البيئي هو خطوة هامة لتسليط الضوء على العوامل الطبيعية المؤثرة في البيئة، ومن ثم فتح المجال أمام الصحفيين للتخصص في مجال الصحافة البيئية. خصوصية هذه الطبعة أنه ربما من الطبعة الأولى والطبعة الثانية كان عندنا 17 مشاركة في الطبعة الأولى، 22 مشاركة في الطبعة الثانية، لحقنا وتجاوزنا أكثر من 40 مشاركة في الطبعة الثالثة، كانت مواضيع قيمة. المناسبة كانت فرصة لتكريم الإعلاميين ومحطة للعرفان بأبطال مهنة المتاعب في فلسطين وغزة الصامدة. إلى تذكير بالعناوين. الفريق أول سعيد شنقريحة يؤكد من وهران أن الجزائر ستبقى وفية لمواقفها تجاه القضايا العادلة عبر العالم، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، ويدعو كافة الوطنيين المخلصين للالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة. كالغاز الجزائر تشرع في تصدير أولى الشحنات من الأكسجين الطبي السائل نحو ليبيا بجودة عالية ومعايير دولية، وفي الأفق مضاعفة حجم الصادرات نحو دول أخرى. وتيرة متسارعة في إنجاز مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بأضرار، موجه لسقي الأراضي الفلاحية بسعة 24 ألف متر مكعب يوميا. ارتقاء عشرات الشهداء جراء سلسلة غارات للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة، والأونروا تؤكد أن الأزمة الإنسانية والدمار الهائل في القطاع هو الأكثر تعقيدا وتحديا في العالم. وفي رياضة، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه اليوم نظيره الأنغولي بملعب السلام ببواكي ضمن المجموعة الرابعة من الدور الأول لمنافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.